مرحبا بكم مرة تانية، أول وقفة حوارية معاكم، قراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. هنكون ضيوف على في بلاطة صاحبة الجلالة مع السيد أيمن السيسي الكاتب الصحفي بالأهرام. صباح الخير يا أستاذ أيمن. صباح الخير. اسمح لنا نبدأ من الأهرام. أول عنوان: السيسي في إثيوبيا اليوم للمشاركة في القمة الإفريقية، ومصر بترفض حضور تركيا وقطر اجتماع لجنة الاتصال حول ليبيا. حضرتك شايف الملف الاثيوبي الان سد النهضه وصل لحد فين، والعلاقات بشكل عام؟ اعتقد ان مساله سد النهضه يعني في تحركات حكوميه تمت كتير على المستوى الرئاسي وعلى مستوى وزاره الري وبعض الاجهزه الاخرى، الى حد ما تم تحجيم الانطلاقه الاثيوبيه في الاضرار بمصالح مصر المائيه، لحد ما تم الاتفاق على او افهام الجانب الاثيوبي انه مصر لم تعد هي الدوله الضعيفه التي ظهرت بمظهر الضعف ايام الاخوان وايام محمد مرسي والانبطاح اللي كان حادث امام الاثيوبيين والامريكان والاسرائيليين في مساله سد النهضه. يعني الى حد ما يبدو ان الامور هتكون في ماشيه في الاطار الصحيح اللي هو يحافظ على حقوق مصر المائية وحقوقها التاريخية في مياه النيل دون الإضرار بالمصالح الأثيوبية ودون يعني اتخاذ العنف سبيل للحل او التصريحات العنترية. طيب ظهور مصر افريقيا حضرتك شايفه ازاي في هذه الفترة؟ هو طبعا هو ده الوضع الطبيعي، مصر يعني الدول الأفريقية اللي بتتسابق على خطب ود مصر دلوقتي والتعامل مع مصر والاستفادة من مصر هي اللي كان حركت ضد مصر بين ثورة 30 يونيو. الأمور بدأت تعود بشكل جيد إلى حد ما، لكن مطلوب أن يكون هناك تحركات أكثر في هذا المجال. التحرك المصري في أفريقيا يجب أن يكون بوتيرة أسرع مما هو عليه. أفريقيا مهمة جدا بالنسبة لنا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا، في مناطق يجب أن لا تهمل. يعني مثلا إذا احنا بنتكلم على حوض النيل والقرن الأفريقي وشرق أفريقيا، في مناطق أهمية لا تقل أهمية عن هذه المنطقة مثلا زي غرب أفريقيا. في يعني أتصور أن في مقترح كان بيتكلم عليه مسؤول من المسؤولين المصريين في موريتانيا اللي هو مدير المركز الثقافي المصري في نواكشوط، كان بيتكلم على فكرة إنشاء جامعة مصرية أو فرع لجامعة القاهرة أو إحدى الجامعات المصرية في نواكشوط موريتانيا. أعتقد ده رأي مهم جدا وخطوة فعالة جدا، لأنه من نواكشوط أو موريتانيا متغلغلة في الغرب الأفريقي حتى وسط انخراط ثقافي وتعليمي كمان من خلال بالضبط هو التأثيرات الموريتانية والعرب الحسانيين في غرب أفريقيا حتى وسط أفريقيا يمكن حتى تشاد قوية جدا. ليه ما نستغلش وعلاقتنا بموريتانيا دولة عربية؟ طب خلينا نطلع على الجزء الثاني من الخبر، ان هو جزء مهم ان مصر بترفض حضور تركيا وقطر اجتماع لجنة الاتصال حول ليبيا، وهنقرأ مقطع من الخبر اللي جه في جريدة الأهرام ان قطعت مصر ليبيا، ومصر وليبيا قطعت امس الجلسه الافتتاحيه لاجتماع لجنه الاتصال الدوليه بمقر الاتحاد الافريقي في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا بشان الوضع في ليبيا، اعتراضا على دعوه مفوضيه الاتحاد الافريقي لكل من قطر وتركيا لحضور الاجتماع. مصر ارسلت مذكره اعتراض لمفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي عادل وفدان المصري والليبي للمشاركه في الاجتماع عقب مداخله لكل من ممثلي تركيا وقطر حول الاوضاع في ليبيا ومغادرتهما القاعة. هو المسألة في موقف مصري. طبعا هو موقف مصر صحيح 100% انه ترفض حضور قطر وتركيا لأي محادثات او اي اتفاقيات او اي مناقشات حوالين الوضع الليبي لسبب بسيط.
ان تركيا وقطر هما الفاعلان الرئيسيين في الازمه الليبية. ودول بيأكد ان هما ايديهم موجوده في المشاكل، يعني هما ايديهم مغموسه بالدم الليبي والدم المصري من خلال موضوع تقسيم المنطقه، وهم ليهم دور في موضوع تقسيم المنطقه. لا هم اولا مساله تقسيم المنطقه خلاص تقريبا كلنا بقينا متاكدين من نتيجه، مش التسريبات، نتيجه الحقائق اللي ظهرت كثيره. قطر وتركيا تحديدا يعني من اهم او كان من اكبر العوامل المؤثره والمستخدمه في مساله التقسيم. لم يبقى لهم الا ليبيا تقريبا في يعني بعد فشل مخططهم في مصر ونهوض الجيش المصري. طب انا استفسار بس حضرتك، هل ده معناه او يؤشر لفشل اتفاق المصالحه اللي كانت بترعاه السعودية بين مصر وقطر؟ يعني ده بالنسبة لا يعني ده هو شيء ممكن شيء يكون لا ممكن شيء. يكون مسار المصالحة في أمور أخرى في العلاقات المباشرة المباشرة بشكل واضح، لكن قطر بتتعامل في ليبيا بأطراف أو من خلال أطراف وهي بتنكر، رغم أن في حقائق كتيرة ظهرت. يعني من فترة من أسبوعين لما دخل أحد قادة الجيش أو أحد ضباط الجيش الوطني الليبي في معسكر من معسكرات اللي هو يتبع الإخوان المسلمين، لقوا متخزن فيه صناديق أسلحة سوفيتية كانت جاية لقطر، يعني هي حتى بسندقها وبالعلامة اللي عليها اللي جاية من يعني إذن واضحة. فتركيا وقطر بتلعب إلى الآن في الملف الليبي، طبعا ده في المقام الأول ضد مصر، في المقام الثاني ضد المنطقة بشكل عام وللسيطرة على لسه الكلام مستمر عن إفريقيا. وهنطلع لعنوان آخر وجريدة مصر اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي: إما أن نسبح معا أو نغرق معا. علاقتنا بالقاهرة ممتازة الآن وحان الوقت لمحاربة الإرهاب. والله هو يعني كلام جيد إن كانت النوايا صحيحة، يعني لأنه هو فعلا إحنا يعني هو ما فيش ما يمنع ان احنا نستفيد. يعني مصر عندها خبرات كبيرة، مصر عندها قدرات على انها ممكن تساعد اثيوبيا بشكل جيد في مختلف مناحي الحياة وخصوصا في مسألة المياه. يعني هو مصر قدمت قبل كده يعني في أوغندا وفي اثيوبيا نفسها خبرات وقدمت شغل كتير لصالح عملية حفظ المياه. المفترض ان الاثيوبيين يشتغلوا معانا بالشكل ده، مسألة المصالح، يعني في ممكن نتبادل الخبرات او نتبادل المصلحة، خبرات مقابل الحفاظ على الامن المائي. طب ما الذي من الممكن ان تقدمه اثيوبيا في هذا الملف خاص بالارهاب؟ لا هو اللي تقدمه هو عملية سد النهضة لابد ان تكون بشكل مغاير او اقل مما اعلن، يعني ما يكونش الارتفاعات بهذا الشكل اللي أعلن عنه، ما يكونش كم ما تكونش كميات المياه اللي هيتم تخزينها بهذا الكم. يعني في حاجات فنية أعتقد أن الخبراء أقدر في الكلام فيها، لكن بالنسبة لمسألة السد أن يعني فنيا ممكن يتحول الأمر إلى جزء آخر غير ما أعلن في آخر مرحلة أو مع إعلان الإنشاء، خصوصا انه كان لما كان متقال انه هيتعمل سد، لما كان مسمى سد الألفية زمان كان بارتفاعات قليلة، كان ممكن يسمح يعني الامور كانت ممكن تكون اكثر يعني تعاون واقل ضررا لمصر، التسهيل في الملف حتى لا نسمح بالتدخل اي دول في الشؤون الداخليه المصريه الاثيوبيه حتى، فده يقلل من فكره مكافحه الارهاب. يعني اعتقد اذا تم، لان هم بيتدخلوا هيتدخلوا يعني، لكن مهمه مصر انها تحافظ على امنها المائي بشكل حقيقي. لكن يجب أن يكون هنا كمان في مسألة على وزارة الري المصرية. وزارة الري أحيانا بنجد أن الوزير الري بيتكلم وكأنه يتحدث بلسان الأثيوبيين أو بلسان الحكومة الأثيوبية، يعني واضح أن في خلل ما في التعامل. مش عايزين بس يعني نبقى مش هجوم، لا هو مش هجوم بس يعني هو لا بس احنا عايزين نركز. يعني النهاردة أثيوبيا موجودة في معرض القاهرة الدولي للكتاب،
النهارده رئيس الوزراء الاثيوبي، لاما ان نسبح معا او نغرق معا. والوفد الشعب الاثيوبي لما جه قال كلام طيب لما قابل الاعلام بتاعنا، نركز شويه على الجزء المليان من الكوبايه لغايه ما يبقى كل الصوره ايجابيه. ما هو يعني ما انا بقول ان هو اللي احنا بنتكلم فيه وبننادي بيه دلوقتي ان هو عمليه تبادل المصالح دون الاضرار. ما بالتاكيد وزير الموارد المائيه ولا رئيس الوزراء حد فيهم يملك ان هو يستغنى عن نقطه من حصه مصر. ما نقدرش نقول ان ده بيتكلم بلسان اثيوبيا ولا ده بيتكلم لا لا لا، كان في اكتر من تصريح، يعني مش عايزين ندخل في المسائل دي طالما ان الامور بدات تتحرك يعني بشكل جيد. لانه لا، هو مساله بس الطبطبه يعني. هو برضو انت تتعامل على اسس او على ارضيه المصلحه المشتركه، لا يعني متساهل، لا ما حدش يقدر يتساهل. يعني دي مصر، لان مصر دوله قويه ودوله لها كيان في الملف ده بالذات. خلينا في الاخر ناخد بالوقائع، والنهارده زياره رئيس السيسي، ربنا يسهل، اعتقد انها تسر عن نتائج جيده وهامه ان شاء الله. طيب الشروق عنوان اخر، هدوء في المطريه واغلاق التحرير في ذكرى جمعه الغضب، والمدرعات بتحمي فيصل والهرم، ومجهولون بشعلنا النيران في اتوبيس بعبد المنعم رياض. حضرتك شايف بقى الاعمال الاخيره دي كثرت بشكل ما، حرق قطارات، تفجير عبوات في اماكن حتى ان كان لا ينتج عنها مصابين، حضرتك شايف ده تفسيره ايه بالتزامن حتى مع احتفالات المصريين بذكرى؟ لا، ما هو هم يعني يبدو انهم كذبوا على علينا وكذبوا على انفسهم انهم كانوا جزء من حركه 25 يناير، وبيستغلوا الحدث ده لتأجيج مشاعر الناس بالغضب على الحكومة إنها مش قادرة تحمي المواطنين أو بافتقاد الأمن، وده مش صحيح طبعا، أو بإشاعة الذعر والخوف لدى الناس. طبعا ما اعتقدش ان هو اعمالهم دي هتنتهي بشكل سريع، لانه المخطط مستمر. يعني وان كان كانت ثورة 30 يونيو هي وقدت مخطط التقسيم، لكن في مخططات بديلة، اللي بيحصل في داعش في العراق وفي سوريا، واللي بيحصل في اليمن، وده جزء مكمل يقود إلى الإرباك. يعني ما يحدث في مصر من تفجيرات وأعمال إرهابية أعتقد أنها لن تتوقف. الأمن صحيح بيشد حيله وبيتعامل معهم بشكل أقوى وسريع، وبدأ استراتيجيات الأمن أعتقد أنها بدأت تتحسن الأعمال وإحباطها. يعني احنا شفنا القبض على ناس كتير، وحتى قبل ما ينفذوا عمليات وبعد ما نفذوا عمليات بوقت قصير. ما ده الغريب انه في قبض على عدد كبير جدا، بنسمع أرقام هائلة في القبض على إرهابيين وعلى قطاع الطرق وعلى غيرهم ممن يقومون بهذه الأعمال، ولكن بعض المراقبين أو السياسيين بيقولوا أنه ده حتى لا ينتهي التمويل، لأنه دول بياخدوا تمويل مقابل هذه العمليات، فإن انتهت فبالتالي سيفقدوا منابع التمويل. ما هو التمويل، ولذلك هو لما نرجع للخبر بتاع رفض مصر حضور تركيا وقطر في مسألة المناقشات بتاعة ليبيا، ده صحيح، لان هو جزء مهم، جزء كبير من التمويل دلوقتي بدا يجي عن طريق ليبيا، او هو كان مستمر عن طريق ليبيا، كان بيجي عن طريق ليبيا وهو مستمر جزء منه. فده شيء مهم، مساله التمويل، لان اغلب الناس اللي بتطلع في المظاهرات او بتنفذ عمليات تفجيريه هم بيوعدوا اما بمبالغ ماليه، وطبعا بياخدوا مبالغ ماليه كبيره، وانه في حاله ضاحكين عليهم طبعا بانه يعني ممكن تبقى شهيد ومش شهيد فكر يعني انه هيدوا لاهله، وبيدوا ارقام كبيره جدا. واحنا لو بصينا على كلنا، لو بصينا حوالينا هنلاقي ان في ناس كانت لا تمتلك شيء واصبح معاها فلوس كتيره جدا دلوقتي، ظهرت في مظاهر الثراء في الحياه العامه. فالتمويل يجب ان يكون في محاربه قويه او حركه قويه لوقف التمويل، لان التمويل مهم جدا. تمام، لازم نوقف التمويل. المصري اليوم وعنوان اخر، محلب والاهواني يتابعان استعدادات القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، المدينة تستعد لاستقبال المؤتمر بتمثال ميدان السلام. يعني حقيقي ترقب غير عادي لهذا المؤتمر والأطراف اللي هتشارك فيه، التحضيرات، المشروعات اللي هيتم طرحها، الأهم منه
الإجراءات اللي قالت الحكومة هتتبناها عشان تنقي قانون الاستثمار بحيث أنه يكون قانون جاذب للمستثمرين العرب والأجانب والمصريين، ويكون يفتح المجال هذا القانون، يعني يكون بداية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟ يعني أعتقد أنه تنقيط القوانين ما هيش صعبة، ودي ممكن تتم بسهولة جدا، لأن في خبراء كتير جدا عندهم خطط لقوانين بسيطة ببنود بسيطة، أنها مش لازم يكون عندك 100 بند و100 قانون عشان تتكلم في الاستثمار، لكن في ناس كتير عندها أفكار كتيرة يعني اختصار هذه القوانين في أرقام أو في بنود قليلة، لكن تسمح للمستثمرين أنهم يشتغلوا. زي ما بيتكلموا على الاستثمار الأجنبي، أعتقد لازم يبصوا للاستثمار المصري. مصر فيها فلوس، الناس عندها فلوس وعايزة تستثمر. طب أستاذ أيمن، وجود لهذا المؤتمر في ظل ما يحدث في مصر أمنيا الآن، تأثيره إيه على جذب الاستثمارات في هذه المرحلة، وخاصة أن احنا بنحاول أن نخطو بعكازين خلال الفترة القادمة للوصول لحتى مشروعات من الممكن أن تساعد لحد ما على تأسيس البنية التحتية في مصر؟ أولا، هو مسألة الأحداث اللي بتحصل من تفجيرات وإرهاب وعمليات متناثرة هنا وهناك، دي يعني تأثيرها أصبح العالم، يعني مش هنقول إنها ملهاش تأثير، لأنه بالفعل المستثمر بيخاف بالتأكيد، لكن أصبح العالم كله بيعاني من مثل هذه الحوادث. أمريكا بيحصل، فرنسا لسه الأحداث الأخيرة اللي كانت في فرنسا، ودي دولة فيها استثمارات عظيمة ودولة مستقرة بشكل جيد، في دول كتيرة فيها القلاقل وإن كانت بنسب مختلفة. هنا يجب ان احنا نظهر حجم الامن في مصر. هو احنا عندنا مشكلة انه الاعلام لما بيجي يحدث حادث في مكان ما، كلنا كصحفيين وكاعلاميين وقنوات تلفزيون بنتكلم على الحدث ده، حتى يخال للمشاهد او للقارئ خارج البلاد انه مصر كلها في ازمه. هي فكره الشفافيه، ما هو في ازمه هنا استاذ ايمن، ازمه الشفافيه والمصداقيه، لانه احنا كنا بنفتقدها في العهد السابق، وده كان سبب ازمه كبيره، فبتحاول الحكومه تدارك الاخطاء بان يكون في حتى شفافيه في ادق التفاصيل، وان كانت سلاح ذو حدين. بس هي هنا الشفافيه في تصوري انا الشخصي انها ما تكونش بالتركيز على السلبيات بس، لان في ايجابيات. يعني انت بيبقى عندك حادث في ميدان التحرير او في مطريه مثلا، في الحادث اللي كان في المطريه البلد كانت ماشيه في كل اجزاء الاحياء او في كل الاحياء الاخرى بشكل طبيعي، ربما اللي ماشيين في الشوارع الاخرى مش عارفين الاحداث اللي بتحصل بالتاكيد الا لما بيشوفوا التلفزيونات. يعني انا قصدي يكون في توازن في عرض الخبر مع عرض الاستقرار، لان ده مهم وجاب النقطه. بس انا هقول بس عشان موجب الانباء دايما للاسف. استاذ ايمن السيسي الكاتب الصحفي بجريده الاهرام، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا.